هي محروسة ودايما يا رب مصر محروسة بناسها وأهلها. دلوقتي نروح لبرجك، بيقول لك إيه النهاردة، واستعراض سريع لرسائل الأبراج مع خبيرة الأبراج الأستاذة سونيا الحبال. أهلا بيك يا أستاذة سونيا. صباح الورد والفل على أجمل يوم سعيد. أهلا بيك يا فندم. أخبار نومك إيه النهاردة؟ الحمد لله زي الفل. زي الفل الحمد لله. طيب جميل، كنا لسه بنتكلم عن دراسات بخصوص النوم وجودة النوم، فجميل ان كل واحد ينام كده يعني على قد يعني المساحة اللي تفرق معاه وتريحه. حضرتك بيفرق معاكي عدد ساعات النوم ولا ان انت تنامي في وقت بالليل؟ قبل ما نبدأ الرسائل كده. لا هو عامة هقولك من الأبراج بما اني يعني بتكلم عن الأبراج، بالأبراج؟ وانا برج العذراء، فهو برج العذراء من الابراج العمليه اللي ما بتحبش النوم كتير. يعني تمام. في ابراج ما بتحبش النوم كتير وبتحس ان النوم ده مضيعه للوقت. انا من الناس اللي كده، اللي نومي قليل جدا ما بحبش النوم كتير ابدا. يعني حتى لو فضلت صاحيه وقت طويل جدا، ودي الابراج الترابيه على فكره، يعني او برج الجدي والثور والعذراء من الابراج اللي حتى لو قعدوا وقت طويل صاحيين تلاقيهم يعوضوا النوم في ساعة ساعتين غير يعني الأبراج التانية. الأبراج الترابية النوم مش مفضل بالنسبة لها، مش حريصين عليها، مش فارق. لا عمليين، يعني عمليين. النوم ده بالنسبة لهم قصارى. يعني ايه يناموا 9 ساعات؟ يعني في ناس ما تصحى كتير يعني مثلا، او تطبق زي ما بيقولوا، تعوض النوم بيوم كامل. يعني لو قعدت طول الليل سهرانة تنام طول النهار. لا الأبراج الترابية هتلاقي تنام 2 3 ساعات وتقوم عادي، مفيش مشكلة. طب كويس والله. على فكرة في بعض برضو الدراسات بتتكلم ان المهم ان المخ يفصل شوية، بس يعني كل الدراسات بتتكلم في حاجات مختلفة. طيب نبدأ ببرج الحمل ورسالته النهاردة. برج الحمل، أمور معلقة تنتظر انفراجك، تشعرك بالقلق، حاول الهدوء. تمام. تمام. برج الثور. أما برج الثور، تفكير حاد اليوم بشأن قرار هام، احذر الانفعال. ده يعني مطلوب منه يعني ما ينفعلش خالص في التفكير النهارده. طب الظروف اللي حواليها تسمح له؟ يكون هادي. يعني برج الثور من الأبراج اللي بتنفعل على فكرة بسرعة، وبتاخد قرارات سريعة، فهو عايز يوصل لقرار، فيعني أكيد الانفعال ما مش بيخليه يوصل لقرار كويس يعني، طبعا. عشان ما يندمش. نروح للجوزاء. أما الجوزاء، مقابلة هامة عاطفية أو عملية تسعدك اليوم. تمام، بشرة خير لجميع سرطان أصحاب يعني. برج الجوزاء. نروح للسرطان. أما السرطان، هناك من يدعمك عمليا اليوم ويشعرك بالاستقرار. السرطان عنده دعم، يا إما بقى مادي يا إما معنوي، يا إما بالدعم بمال أو بنصيحة. المهم إن في كل الأحوال الدعم ده بيخليه سعيد جدا وبيخليه مستقر. تمام. برج الأسد. الأسد بقى، توازن واستقرار أسري يسعدك اليوم. ده خاص طبعا بالأسرة، حتى لو كان في مشاكل أو في شوية قلق، لا النهارده عنده مصالحات وعنده استقرار الحمد لله. تمام. برج العذراء بقى. العذراء، نجاح ودعم وتوسعات وفرص جيدة قادمة. تمام، يعني حضرتك كده بشرة البرج العذراء بالنسبة لي يعني. الحمد لله. يا رب دايما. نروح لبرج الميزان. أما الميزان، ترفض عرض اليوم ويشعرك بالاستياء، كن صبورا. الميزان النهارده حاسس ان هو مش واخد قدره، او في حد بيقلل من قدره، او في عرض حاسس ان هو مش بتاعه او بيقلل منه، وده بيضايقه جدا، لان الميزان على فكره من الابراج اللي بتحب حالها جدا وما بتحبش حد يقلل منها. فتخيل بقى ما يتعرض عليها عرض يقلل منها، فطبعا ده بيخليها مش كويسه خالص. طب يعني ممكن رد فعله يكون ازاي، او رد فعله هل مجرد ان هو بيتجنب التعامل ولا بيكون عنيف في الرد؟ لا بيكون عنيف، لان الميزان ما انا بقول لك من الابراج اللي بتحب حالها، فتقلل منها دي كارثه. يعني هو دايما برج الميزان دايما ابراج الانيقه المتالقه، بسميه البرج الفواح، يعني دايما مهتم بحاله جدا. فانت هتقلل منه ازاي؟ يعني انت جيت على ايه؟ جيت في ملعبه، يعني ازاي تقلل في حاجه هو اساسا بيعتني بيها؟ اصل البعض ممكن يقول لك والله ده مش مهتم بيا ومش عامل اللي انا عاوزه، والله هو حر خلاص هو الخسران، لكن واضح ان الميزان لا مش بيعدي الموضوع. لا 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 ما يعديهاش، لان انت بتيجي على حاجه هو
لا ده هو بيحب نفسه جدا، فانت تمام. بتقلل منه دي كارثة كبيرة. لا يبقى كل اللي عنده ميزان بقى يهتم بيه عشان يخلي باله نتجنب منه. لا المشاكل. طبعا، اه طبعا. نروح لبرج العقرب. العقرب بقى فرصة جديدة ومفاجآت سعيدة في الطريق. تمام ممتاز. برج القوس. أما القوس تحقيق أمنيات قد تبدو كانت مستحيلة. ممتاز. يعني برج القوس ممكن كان يائس من حاجات كتير، عنده تحقيق أحلام، وإحنا قلنا قبل كده إن الثقة واليقين والإيمان بإن الحاجة دي جاية والحاجة دي من حقك، من شاء عليها قانون الاستحقاق، أكيد بتحقق كل أمنياتنا والحاجة اللي إحنا بنتمناها بتكون موجودة. ربنا يا رب ينول الجميع. منى يا يا رب في رب. الخير. نروح للجدي. الجدي، الجدي بقى لقاء مثمر يدعمك جيدا اليوم. وزي ما عنده اتعودنا كده لقاء في اي مجال ايا كان، يعني على حسب بقى كل واحد وظروفه. عاطفي عملي مادي، ولكن اللقاء ده او المقابلة دي هتدعم برج الجدي جدا النهارده. ازاي اتعامل معاها؟ لا هو ما انا بقول لك برج الجدي من الابراج العملية، يعني ايه، مش من الابراج اللي محتاجة نصيحة، هي عارفة مصلحتها كويس جدا، تمام. وبيعرف يقتنص او ينتهز الفرص كويس جدا، فهو مش هيضيع لقاء زي ده من غير ما ياخد فيه مصلحته. ممتاز. نروح للدلو. اداله تعاون وعمل جماعي جيد ونجاح. ممتاز جميل. يعني كويس ان العمل الجماعي دايما بيكون المصلحة فعلا. تخطيط العمل الجماعي وممكن لقاء مع اكتر من حد وبيخططوا لشيء، يا رب بس وقلنا ان بيبقى على جميع يخططوا الاطياره لحاجة ممكن خير، يكون يعني بيخطط. نعم، يخططوا لحاجة خير بس، يعني ما هو بما اننا في اعياد كمان واجازات، فممكن يكون خروجة. بنخطط لخروجه حلو. انا بقول ده من على خروجة جميع حلوة. الاطياره، يا اما نخطط لعمل يا اما نخطط لخروجه، فهو في كل الاحوال هو تخطيط حلو جدا وهيفرحه. يعني تمام. ختاما رسالة برج الحوت. الحوت بقى عنده سفر وانتقال وتغيير يسعدك، واضح ان هو عنده انتقال من مكان لمكان او سفر، ويك اند بقى بيغير جويا. ده سفر كده يعني هيغير مكانه ولا هو اجازة وراجع؟ لا اجازه وراجع، يعني هو تمام عنده حركه، عنده سفر وحركه النهارده، مش قاعد تمام في مكانه. شكرا جزيلا لك يا استاذة سونيا، استاذة سونيا الحبال خبيرة الابراج، ويومك سعيد. شكرا.